اجل المفطوره مثل ما تش منهم، هددوني بتمزيق الجواز وسحبوا من الجواز. واخذوا جوازه بمزعوا وبهددوا بالقتل وبطخوا في راسه بالرصاص، ويعني عذاب في رجلي وفي ايديه وفي راسه، يعني كان منظره يعني ما بنحكاش لحد ولا بتورى. وبعدين رموه أخذوه في مكان عتم فاضي خالي، عتم زي هيك يعني، وراح بعد هيك رموه عند المطار. وهي قصة محمد. أنا انخطفت من الأجهزة الأمنية التركية بدون سبب، وتم نقلي إلى موقع للأمن. نحمل الأجهزة التركية والحكومة التركية المسؤولية عن حياة ابننا في محمد، لأنه يعيش الآن في خطر، ونحن قلقين جدا كأهله كذويه كأصحابه وأصدقاء، إحنا قلقين جدا على حياة محمد في تركيا.